سكت راح يعصبني الداري ما من برا كنت اسحب لهم كنت اسحب ما عندي فلوس بزاف لدرجه انني لما خلصت كل شيء ودرت كل شيء كيقول لك لا صافي راه ما شلح. السؤال الاول، شكون اكثر واحد راسو قاصح في التيم ديال واسك؟ ثلاثه اوف كورس، بيناتكم نتوما غير ثلاثه. علل اجابتك. عشان الثقه صح حيت ماسك يجمي نناقش بزاف وكفرض رايي ديال بنادم، ملي كفرض رايي ديال بنادم كيجي براسي قاصح كنبقى نناقش بزاف. راسو قاصح واحد النهار انتعرف راسو قاصح واحد الفكره كانت عندي واعره وحتى لدابا باقا واعره والو راسو قاصح ماشي ديره حتى داز الشهر عاد اقتنع بها صار واش اقتنع في هاد الفكره. راسو قاصح حيت كاملين قلنا لي ما ندخلش كابتن ودخلنا بزاف هذيك عادية صاحبي هذي طيب ودابا تعطيوني السمية تاع اكثر واحد اللي معكاز في ناسكم. علاش بيت بوس؟ علاش بيت بوس غلط؟ لا ما إلا دار شي إيفور كيعرق خصو يدوش هو معكاز شي شي عادي علاش عادي معكاز كيفاش تسخن؟ عمرو ما تسخن جاب لنا خو في الصباح عندو رونج باش يتسخن. علاش البيك معكاز؟ لدرجة أنه باغي يتمشى من دار الحانوت كيبغي يحرق الطوموبيل صافي هاتي ايوا شكون اللي ديما كيجي هو الاخر في السكريم ولا في البراكتيس ديما اخر واحد كيبان فين حنا ثلاثه يس بيناتكم غير نتوما بثلاثه واخا وشنو السبه اللي كيعطيكم ديما على هاد التعطال ناس ناس كناس الناس ضروري فهمت لدرجة اللي غفلتي عليك ناس لدرجة أنا واحد النهار واحد النهار كنا لا مش مصغر مو كبير. وشكون أكثر واحد توكسيك بيناتكم اللي ديما جاي على التيم ديما كيراجي؟ هذي باينة باينة توكسيك بزاف كاين شي غلط ما كيهوش كيسكت كيتعصب حتى في الستريم كلاوات ديالو كيعصبوه كيبقى كيتبرمج مع الترينين مع كل شيء كيجبد كل ستا مع كل شيء كنتعصب بزاف فاش كندير لنفس كل شيء فهمتي كيعجبني نوصل دغيا زعما نعطي جهدي في كل شيء ملي كنشوف بنادم كيتمرقب بيا ولا كيضحك شي حاجه اللي خصها تكون سيريو كنتعصب بزاف اكثر واحد كيعصبني هذا الدري ما من بار. ولا قلت لكم شكون اللي فيكم دريويش ديما مسيكين مسامح في حقه؟ بس ولكن سفيع عمو ما سمح لنا في سيماك لو عمو ما سمح لنا لا هو دي ما متعبق سيلا لا لا متعبق أنا متعبق أول علي متعبق قولي علاش علي علاش علاش الدومين أكثر واحد شو صراحة ما كيحكرش بتا حاجة ديما مسامة في حقه كسمع هادرة كحني الراس كيقول وخ ديما هادي أول ما متعبق الشهرين ولا كنعرفو عمو ما سمح لنا في سيماك لو بحاجه اخرى الى المكان. دخلوا شويه القاصح، شنو هي بالنسبه لكم احسن فرقه في فري فاير؟ العالم. يس. وندوزوا دابا لاحسن فرقه في المغرب. بينا. الواسك معروف الواسك شنو قلت انت الواسك 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 بطل السيرفر من هنا وبطل المغرب هنا هي احسن سكور. شكون فيكم نتوما الثلاثه اللي كيعرف يطيب مزيان و اوف كورس ما كندويش على داكشي ديال الاندومي وسخن وحط
العمو ما طيب لي طيب اندومي شعري كوموندي عمو ما طيب بيزا من اللي ما كتكونوش لاعبين فري فاير فاش كتقصروا الدراري كتضحك وجاوب المشاهد جاوب لعب تا جيم هنايا هو اللي فري فاير صح تقريبا كنلعب كاع لي جيم المهم هادو اللي ذكرتهم اللي كان عندي عشان كيخسرهم كيخسرهم معاهم نسيت فيفا ندوي شويه ان جيم شكون اللي فيكم اللي كيموت على اللوت ما كيتحط في الماب ما كيعرف حتى شي حاجه اخرى من اللوت كيخلق كلب اللوت بيج بوس معروف الجيم الجيم بيغس في اللوت الناس كتفايتي وكيلوش عنده البيج واحد التاكتيك في اللوت اللي خيالي انه ما يكونش دروب كيتبعو تاكتيك دروب باس ايوا التاكتيك دروب باس اللي هو كلب دروب باس هو بسببه فوندينا واحد السيمانه اللي جينا فيها طوب تسعود في الليغا هو التاكتيك دروب باس ديال البيج بوس واخا شكون اللي فيكم شحيح كون نيمه جلده ما كيتفاكش قلت والله انا كاين يعني ما دخلش حاجه راك الشي الحال دا حداو منو عندو واحد الطاكسي واعر تيقول لك تخرج معاه لاكارت تيقول لك ما عنديش الصرف الطوموبيل ما تيحركاش شهرين واش نعرفو عمرو ما خلص عليه شي حاجه طقت سالو 200 درهم شي الحضاره جات عند رونج وغادي في ان درايف الاوف لاين ما عندي ما ندوي معاه حتى شهر فريمون دابا ما داوي فهمتي راك لا جيت تقول واحد بواحد نقول لك نيشان ها هو كيعجبو يحكروا عليا ديك اللعبه ديال شاست ما بقاش باش يسيفهم كنت كنصحاب لهم ما كنصحاب ما عندي فلوس بزاف درت انني لما خلصت كلشي ودرت كلشي كيقول لك لا صافي راه ما شلح خاص دير كلشي فهمتي عندك فلوس تمول الفلوس شنو الجمله الا بدا بها ماكرو هضرتو كتعرفوا داك النهار دبرتو عليها ما غيدوش على خير نطلع ماكرو جيم كامل يبقى يقولك علاش غلطتي هنا غلطتي هنا فورماسيون انت فاش كيقولك واش نتوما مراد صافي انا من بعد كاين واحد الحرب بارده غد نوض راه ما يمكنش شكون هو اللي عندكم معاه مشكل في الفياق دير لي درتي راه ما غيفيقش لك بكري لا كاين سيدا طوما يا شوي انا فاش ما كنكونش معاه نكون راسي كنفيق معاك بين بوز ناس لدرجة انه باش مبين راسو ما كيفيقش مع الطل كيحاول يدير لالغ باش يفيق بكري ويرجع ناس الا كنتي غادي لشي عراضه شكون اللي غتدي معاك هاد ثلاثه كل واحد فيكم خاصو يعزل سميه عادي عادي طوماك طوماك علاش يشطر الدومي انا اخويا الدومي كتفهموا لي بحاجه واحده اللي مشتركه بيناتنا كناكلو بزاف عشان الطابله الحكم هو نفس الحاجه نفس الحاجه كيفهمني في الماكل وشكون اللي ما عمركم ما تشاركوا مع الشومبر ديال النعاس واخا ما عرفتش شنو ترى علاش بيك بوب كيشخر كي ديمار ماشي كي علاش بيك بوس علاش واحد النهار تبدني خصوصا هاد الاوفلاين هذا اللي لعبنا ديال البطل احمر راه كتبدني قال لي عالي ما تخافش ما يطرا والو لا نعست مرتاح راه ما يطرا حتى مشكل مع تحط راسو ما كانت ما واحد موطور خدام خلاني بلا نعس لي كامل للاسف ولكن هذا المشكل غير تحدث واحد الشهرين ديال المونطري المهم عيط هذا المشكل ان شاء الله كل واحد فيكم يقول لينا الا كنتي غادي لشي مضاربه شكون اللي غتدي معاك كلشي لعلي بيك بوس علي ما واحد النهار جربت واحد اللعيبه تاع البوكس ضعيف ندي معايا بيك بوس باش يخلعهم بالحجم ديالو انا ندي معايا الدومي تاع بيك بوس النهار البوكس راه واحد البنت فاتته في الضربه راه امبوسيبل ديما
كتعجبك شي وحده ولا عندك مشكل مع السطا ديالك؟ شكون اللي غتطلب منه نصائح عاطفيه؟ سي عبد الرونج صاحب معسه علي. علاش علي؟ هو عنده الخبره في داكشي ويقدر يعطيك نصيحه في البلاد بزاف. كنتي باطل لصقوا فيا دابا هذا. عنده جوج في الديسكورد، جوج واتساب، جوج انستغرام. ديديكاس ليكم من هنا، كنبغيكم. تبدا يصداع. شكون اللي فيكم اللي كيتعنب على الدريات بزاف؟ قاردي ساكن كانت في حياه الليل كامل ديسكورد كيخرج منه الوان معروف ابو البنات. هاك درنا والله كان دواء مزيان وصح. طب عنده استراتيجي كذا كيطيح بها البنات. الا قلت لكم كلمه واحده توجهها للفريق ديال وينرز. طب حاول نفس الطاوله دوز تقدر. شكرا شكرا على المشاركه ديالكم عزاز. شي كلمة أخيرة الناس اللي كيتفرجوا فيكم؟ ما كافياش كلمة واحدة في حقكم، يعني لازم نبقى نعبركم زعما راه ما كفيناش من كلمات. أحبكم بطبع القلوب. بيج لوف.